حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه صديقي ما تنسانيش من اللايك والشير سبسكرايب في القناه. كلم حد عن عبد الرؤوف 89، ده بيدعمنا بشكل ما، تابعنا على قناه التانيه. سؤال سريع كده يا جماعه، بيجي لنا دايما امتى استخدم البواط او البواط ديت باء واو الف طاء، لان في بعض الدول ما بيستخدموش لفظ بواط، بيسموه مثلا صندوق التجميع، بيسموه مثلا جانكشن بوكس او صندوق الربط، الكلام ده كله امتى استخدمه وامتى ما استخدموش. في الوضع الحالي اللي احنا بقينا فيه دلوقتي، الناس بتعمل شغل عالي جدا في السقف، مصيص ومش عارف شغل جبس وشغل حاجات زينه كتير كده، الوقت الناس ما بتبقاش تحبس تستخدمه لانه بيضايقهم في العمليات دي الكهربائيه، بطلوا يستخدموا موضوع البوكس ده او الجاكشن بوكس ده، وبداوا يستخدموا التجميع يبقى في نفس العلبه بتاعه اللمبه اللي في السقف. هم بيفضلوا يستخدموا الوضع ده لانه افضل بالنسبه لهم واريح من ناحيه المنظر الجمالي حتى، لكن الموضوع عمليا بيكون افضل في انك تستخدم الجاكشن بوكس او البوط اللي انا هحاول يعني اجيب لكم صورته دلوقتي مع الانترنت بحيث انه يبقى واضح قدامكم. في منه مقاسات مختلفه، في 10 في 10 في 10 في 15 في 20 في 20 25 في 25، ده الكبير قوي ده اللي بنستخدمه عند دخل الشقه، بحيث ان انا يبقى السلكين اللي جايين من تحت اللي هم النيوترال والكهرباء اللي جايين من تحت من عند العداد وداخلين على البوط ده، والبوط ده ابدا منه اوزع لباقي الشقه، ده اساسي بيستخدموه دول بقى في كهربائيه، ما ينفعش في مصيص، ما فيش مصيص بيستخدموا البوط ده اساسي، ما ينفعش ما استخدموه. البوط عمليا جدا يا جماعه، يعني حتى لو دخلت اي مؤسسه حكوميه او اي مواصفه او اي مقايسة، الكلام ده كله بيبقى مشترط فيه انك تستخدم بوط. ليه بقى؟ البوطات ديت بتبقى عبارة عن محطة، عارف انت القطر بدل ما يمشي مثلا من القاهرة لبني سويف مرة واحدة، لا ده في محطات في الطريق، او من القاهرة لاسكندرية لو راح مرة واحدة في مشكلة فلازم يقف في المحطة. تاني حاجة انا بحطه مثلا لو انا عندي تجميع، ان انا مخلي مثلا المطبخ والحمام والطرقة مخليهم مع بعض على خط واحد على سبيل المثال، بعمل ايه؟ بحط بوط عشان اجمع في التجميع، ان السلك يجي على البوط والبوط ده يغذي المطبخ ويغذي الحمام ويغذي الطرق. حصل ان انا عايز انقل اللمبه مثلا في الاوضه، فبعمل ايه؟ بلاقي البوط. البوط عايز اقول لك ان هو وسيله قريبه جدا او مكان قريب جدا ان انا اقدر اخد منه تغذيه لاي شيء عايز اعمله، لاي حاجه عايز انقلها. فعمليا انا اعز البوط بصراحه، وده الشغل اللي بيقولوا عليه بلدي او الكلام ده، بس هو مريح في حته انك تكشف على الاعطال حتى بسرعه. فالسؤال يجي يقول لك ايه، امتى استخدم بوط وامتى ما استخدموش؟ ملهاش قاعده، انت حر، ممكن تستخدم كده وممكن تستخدم كده، بس العملي من وجهه نظري انا الشخصيه هو البوط. ليه بقى؟ حصل عطل مثلا في اللمبه وحضرتك مش مستخدم بوط، بتعمل ايه؟ بتفك اللمبه وتفك الورده اللي انت حاططها على اللمبه دي او بيسموه البتير ده، حطه على اللي انت حاطه على العلبه بتاع الاطفك، وتبوظ منظر السقف، وتدور على العطل، سلوك قصيره مش واخده راحتها على ما تكتشف العطل ومش عارف ايه والكلام ده كله، كابلات ساحت، الكابلات جرى لها حاجه، الكلام ده كله ممكن يعني ياخد وقت معاك. البوط المسافه من البوط للمفتاح بتاع الاوضه تحت قصيره جدا، لو حصل عطل في الحته دي اقدر احصره، ولو حصل عطل من البوط لللمبه اللي في السقف اقدر احصره، وهكذا. فهو سهل عملي في حاله اكتشاف الاعطال، سهل انك تقدر تغذي منه اي حاجه. بس ده الموضوع، عشان ده السؤال اللي كان جاي، ازاي استخدم، امتى استخدم بوط وامتى ما استخدمش بوط؟ براحتك، عايز تستخدم بوط استخدمه، عايز مش عايز تستخدمه استخدمه، ما استخدموش. عمليا انا بحب البوط، تحيه حاره لكل مستخدمي البوطات في العالم العربي. طبعا ما تنساش من اللايك والشير، اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.